الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ فاطمة. اذا في فيديو اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم كيكة ممكن انكم تحضروها للاعياد او لا الا كانت عندكم شي ضيافة او لا كذلك الاستعمال المنزلي. كتجي رائعة جدا، منفخة وكتجي هشيشة بزاف، وغادي نعطيكم او نبارطاجي معكم بعض الاسرار باش كتصدق الكيكة وباش كتجي منفوخة ما كتجيناش مفشوشة. اذا ندوزو ان شاء الله ونشوفوا المكونات والطريقة التحضير. دونك باش نوجدوا الكيكة ديالنا ان شاء الله، فاحنا غادي نحتاجوا ربعة ديال البيضات، كاس ديال الماء، ماء بارد، كاس ديال سنيده او سكر حبيبات، كاس ديال الزيت، غنحتاجو قبصه ديال الملحه، ملعقه صغيره ديال بودره الفانيليا اللي يمكن لكم تعوضوها بكيس الفانيليا اولا المستخلص، ملعقه صغيره. غادي نحتاجو هنايا جوج اكياس ديال الخميره الكيميائيه او الخميره الحلوه. غنحتاجو انا هنايا دايره جوج كيسان ديال الدقيق، ديك الساعه غادي نشوفو على حساب القوام، يعني جوج كيسان ونص حتى لثلاثه غادي نشوفو ديك الساعه بعد شحال. وغنحتاج هنايا جوج معالق كبار ديال الكاكاو مع ثلاثه المعالق كبار ديال الماء. اذا هنايا كاول مرحله فكنديرو البيض، هنايا كناخذو اما الطراب اليدوي او لا الطراب اللي كيكون عندنا في العجانه، وكنديرو يعني ضروري غنحتاجو طراب كهربائي، وكنديرو البيض في الاناء اللي غادي نخدمو فيه. كنزيدو عليه هنايا سنيده او السكر الخشن، وكنزيدو الفانيليا، يعني انا عندي هنا البودره كي قلت لكم يمكن لكم تستخدموا الكيس او المستخلص. ثم هنا غندير قبيصه ديال الملح. صافي غادي نخليو هاد المكونات هادو كاملين يعني ينسجموا لينا مزيان حتى يضاعف الحجم ديال البيض ونحصلوا على القوام اللي يكون كريمي، يعني جينا بحال الكريمه. ونتلاقاو ونشوفوا تتمه التحضير. اذا هنايا من بعد ما كيضاعف كي كتلاحظوا الحجم ديال البيض وكنحصلوا على هذا القوام اللي كيكون بحال الكريمه، فغادي ندوزو وغادي نزيدو الان كل من الماء والزيت. وبالنسبه لهاد الجوج ديال المكونات فاحنا غنزيدوهم وحنا كنطربو في الخليط، يعني ما كنحسوش من التطرب. صافي اذا من بعد ما انسجمت لي الزيت والماء اللي زدتهم مع المكونات اللي مع يعني مع البيض ومع السنيده، فحنا كندوزو وكنتوقفو عن استعمال الخلاط الكهربائي، لان دابا غنخدمو يدويا. دونك هنايا كندوزو وكناخذو الدقيق وكنضيفو عليه الخميره ديال الحلوه. كي قلت لكم هنايا انا عاد جوج الكيسان البيض غادي يبان ليا واش نزيد او لا نحبس. دونك كندوزو كنخلطو مزيان، بيان سور الدقيق قبل كيخصو يكون مغربل، وكنزيدو عليه الخمارات وكنخلطو مزيان حتى تنسجم لنا الخماره مع الدقيق، عاد نبداو نزيدو الدقيق شويه بشويه. صافي فمن بعد ما انسجم لينا الدقيق مع الخماره فاحنا كندوزو وكنبداو نضيفو في الدقيق، غنزيد شويه بشويه. كان في الاول غنزيد جوج كيسان، وهنا فاحنا كنخلطو بلا سباتش يعني بلا ما نهبطو العجين، نحاولو نخدموه بهذه الطريقه هذه، وكنحاولو بلا ما نهبطو داك الخليط ديال البيض مع سنيده ومع المكونات الاخرى اللي درناها. صافي ثم هنايا فمن بعد ما كنحصل على القوام ديال العجين كيكون بحال هكذا، دونك غادي ندوزو غادي نديرو الخليط في المول ديالنا. المول يعني باي شكل بغيتو اللي كان عندكم، اللي كنكون دهنتو بالزبده و يعني كندير عليه دقيق. دونك غادي نبداو نخلو الخليط. بالنسبه للعجين فانا ما كنخويش كلشي، دونك غنخلي عندي هنايا واحد شويه. كي كتلاحظوا انا نوريكم الكميه اللي خليت، دونك الكميه اللي كنخلي هي هذه. كندوز هنايا غادي ناخذ الغربال فين درت نيت
فين قلبت نيت الدقيق وغادي نغربل فيه الكاكاو بهذا الشكل هذا. غادي نحاول كتلاحظوا فكنبدا نخلط بهذا الشكل هذا، واذا ما بان الخليط ناشف فانا غادي نزيد عليه شويه ديال الماء. دونك هنا كي قلت لكم عندي 3 ديال المعالق، انا ما غنزيدهمش في مره، غنزيد شويه بشويه حتى نحصل على قوام يكون بنفس القوام اللي عندي ديال الكيك باللون الابيض. دونك هانتوما، نتمنى يكون باين لكم مع عندي الاضاءه شويه ناقصه. دونك هنايا كنديروا الخليط ديال الكاكاو اولا العجين اللي فيه الكاكاو في واحد الكاس باش يسهل علينا اننا نديروه موس من الكيك العادي اولا من الفوق. دونك كناخذوه بحال هكذا وكنبداو ندردرو من الوسط ديال الكيك بهذا الشكل. ثم كنحاولوا ندوزو لاسباتيو بحال هكذا من وسط من العجين بهذا الشكل هذا. دونك صافي، الان بعد ما سالينا يعني درنا العجين الابيض والعجين بالكاكاو في المول، فحنا كنحاولوا نزدحوا شويه المول مع سطح العمل باش يعني الا كانوا اي فقاعات يتخواو. صافي، وكندخل المول على فرن اللي كيكون بارد، كنريقلو انا على 150 درجه باش الكيكه طيب على خاطرها. كنشعل ليه من تحت، ومن بعد فاش يعني كتماسك الكيكه باش ما تجيناش محمره بزاف من الفوق فكتبان لينا تماسكات، كنشعلوا عليها من الفوق باش كتبدا طيب اون باراليل. دونك بالنسبه للكيكه الاخوات اللي كتفشل ليهم، فمن الافضل الكيكه يعني ما خاصش ماشي من الافضل ولكن ضروري اننا ما نحلوش عليها فاش تكون كطيب. دونك كنخليوها كطيب. بالنسبه للاخوات يعني اللي عندهم الفرن الكهربائي فكيبان لكم، الاخوات اللي عندهم الفرن الغازي حاولوا تشدوا توقيت الفرارن ديالكم، جونغ مثلا ديروا واحد النهار لسي وقولوا الكيكه ديال فاش كدير الكيكه. دونك كتاخذ لك نص ساعه ولا 45 دقيقه شدي التوقيت، ومن ثم القدام يعني ما تبقيش تحلي عليها كاريمون. اذا بعد ما كطيب الكيكه ديالنا وكنخليوها حتى كتبرد، ف كتلاحظوا كتجي بحال هكذا. دونك كتخليوها حتى كتبرد مزيان، عاد غادي ندوزو باش نديمولوها يعني باش ما تبقى لكمش لاصقه. وكي كتلاحظوا كيجي هذا هو الشكل ديالها. اذا بعد ما قطعنا الكيكه ديالنا كي كتلاحظوا فهذا هو الشكل ديالها، ديك لا كومبينيزون ما بين العجين الابيض وكذلك العجين بالكاكاو كتعطينا منظر رائع، وكذلك فهي كتجينا هشيشه بزاف. والمكونات ديالها كيف ما شفتوا معايا فهي بسيطه وفي المتناول، ما كايناش شي حاجه يعني اللي غاليه اولا باهظه الثمن. دونك نتمنى انكم تجربوها وانها تنال الاعجاب ديالكم. كالعاده الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وكذلك تشاركوه مع الاصدقاء والعائله. واذا كانت هذه اول مره كتزوروا فيها قناتي مطبخ فاطمه، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك على الجرس باش توصلوا بالفيديوهات ان شاء الله القادمه. الى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. باي باي.